الواقع يقول لنا أن الوساطة السعودية العمانية في ملفات كثيرة حققت اختراقات مهمة في ملفات متعددة، ولولا خلط الأوراق الذي حصل بعد 7 أكتوبر فيما يتعلق بالفوضى الحاصلة في البحر الأحمر وخليج عدن لكنا قد شهدنا تقدما كبيرا في ملفات كثيرة، ليس فقط في ملفات في ملف الأسرة، خصوصا بعد النجاحات المتلاحقة التي حققتها الوساطة السعودية العمانية. وكنا نأمل كثيرا أن يتقدم الأمور في الملفات الاقتصادية وملفات العسكرية وملفات الهدنة، خصوصا بعد نجاح في تثبيت الهدنة من الوساطة السعودية العمانية، وما زالت الآمال معلقة على نجاح الوساطة السعودية والعمانية لحل حالة الملفات. إلا أنه نحن نتحدث عن محادثة مسقط الحالية، لا يمكن الحديث عن الملفات الأخرى كونها متعلقة بملف إنساني وهو ملف تبادل الأسرى والمختطفين وفك كرب الأسر التي تعاني نتيجة الاختطاف والإخفاء القسري، خصوصا الأرقام مذهلة فيما يتعلق بهذا الملف. طيب أود أن أسأل حضرتك عن الأرقام لكن إن تسنى لنا الوقت أسألك أيضا دكتور عبد الملك، كيف يمكن أن تتلاقى الرؤى بين الشرعية والحوثيين في ظل تمسك كل طرف بملفاته ومن بينها ملف الأسرى والمختطفين؟ الذي نعرفه من خلال بموضوعية إنه الطرف الذي يقدم التنازلات دائما هي الحكومة الدولة، والدولة التي تتعاطى مع كل المواطنين على أنهم من رعاياها، حتى أولئك الذين ليسوا في قوائم الالتزام فيما يتعلق بالأسرة، خصوصا أن هنالك الآلاف من المختطفين الذين اختطفوا من بيوتهم ومن مقر أعمالهم ومن النقاط يتم تبادلهم مقابل أسرى حرب. هذه المسألة هي تميز أداء الحكومة بالمسؤولية تجاه مواطنيها بشكل عام بغض النظر عن موقع الاختطاف، وهذا المسألة هي في الأخير تقديم لتنازل، هذا تنازل كبير أن تكون في حالة حرب هنالك أسير أسر في معركة عسكرية تبادله بمختطف من بيته. هذه التنازلات دائما تقدمها الحكومة اليمنية وهذه المسألة متعود عليها، لكن أنا أعتقد أنه الآن في ظل الوساطة العمانية وفي ظل ما يقوم به مكتب المبعوث الأممي وفي ظل وجود الصليب الأحمر، أنا أعتقد أنه ربما يتم الوصول إلى تفاهمات بشأن اللي هي قوائم الأسرى التي أعدتها الحكومة وقائم الأسرى التي أعدها ميليشيا الحوثي للوصول إلى كلمة سواء. ربما نشهد صفقة تبادل محدودة لا تحقق المطلب الشعبي بإطلاق الكل مقابل الكل. أعود بحضرتك فيما تبقى لنا من الوقت إلى الإحصائيات والأرقام إن كنت تملك شيئا منها دكتور عبد الملك عن الأسرى المخفيين قسريا من الطرفين. الأرقام مرعبة، لا توجد تقارير دقيقة، يعني أرقام دقيقة فيما يتعلق بالأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، خصوصا أنه الأرقام في تزايد، يعني هذا الشهر فقط هنالك العشرات تم اعتقالهم بشكل جديد، إلا أن هنالك تقارير تتحدث عن أكثر من 15 يمني رهن الاعتقال فيما يتعلق بالأحداث، وهؤلاء أسرهم المكلومة بحق من حقها أن يعود أولئك. نعم هنالك قوائم تم الاتفاق عليها بأرقام مختلفة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، إلا أن الأرقام الحقيقية وفق تقارير نشرت تتحدث عن أرقام كبيرة وأعداد مهولة من الأسرى والمختطفين والمخفين قسريا، والذين من حقهم الإنساني أن يتم التعامل معهم بعيدا عن الاعتبارات السياسية وفق الاتفاقية التي وقعت عليها ميليشيا الحوثي أن هذا الملف لا يخضع للاعتبارات السياسية، إلا أنه سلوك الحوثي فيما يتعلق بهذا الملف دائما هو ابتزاز سياسي، دائما هو استخدامه كورقة ضغط أو كورقة ككرت ابتزاز كما تعودنا عليها في كل الملفات. نعم طيب حضرتك توقعت أنه يمكن أن ينتج من مخرجات مناقشات مسقط تبادل بسيط للأسرى، الأولوية ستكون لمن في أسماء الأسرى دكتور عبد الملك؟ لعمر الأسير، لمركزه قبل الأسر مثلا، أم هناك أولويات أخرى؟ حسب المعلومات التي اتصلنا من الكواليس ومن المسؤولين
أنه وفق أولويات الاتفاق، يعني هناك كشوف لها أولويات مرتبة وفق الأولوية، وأعتقد أنه الكشوف الأقدم ستكون هي لها الأولوية فيما يتعلق بهذه المسألة، لأنه هنالك نقطة أولوية وضعتها الحكومة اليمنية، وهذا حق مشروع وفقا لقرار مجلس الأمن، وهو السياسي اليمني محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح. أعتقد أنه من ضمن الأمور الآن الموجهات والتوجيهات التي صدرت للجنة تبادل الأسرى هو لا بد من الكشف عن مصير محمد قحطان، وهذا حق مشروع للدولة. سياسي يمني تعرض للإخفاء القسري منذ قرابة 9 سنوات، أكثر من 9 سنوات وهو معرض للاعتقال، أكثر من 10 سنوات وهو قيد الاعتقال القسري، يعني من شهر 4/2014 وهو ما يزال قيد من 4/2015 وهو قيد الاعتقال القسري من قبل ميليشيا الحوثي. ومن حق الحكومة أن تدافع عن سياسيها وأن تدافع عن مواطنيها وإعطائه الأولوية. نعم، شكرا جزيلا لهذا الطرح والتحليل من القاهرة الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية اليمنية الدكتور عبد الملك اليوسفي، شكرا لك.